هكذا حفلنا الكريم، أشواطنا متواصلة شوطا تلو شوط. شوطنا الثاني ينطلق بحفظ من الله ورعايته ضمن انطلاقات فئة الحقائق. شوطنا الثاني الذي يحمل فئة الجعدان المفتوح. نسير وياكم مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى. من يتقدم في هذه اللحظات؟ هذا هو لافي سالم بن غانم بن سالم خاطري، من يتقدم على ظهر لافي على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من السليماني لسلطان بن عبد الله بن غليطة الغفلي، من يتحرك على المستوى الثاني. بينما المركز الثالث من يصل في هذه اللحظات سكر اللي قادم سالم بن سعيد بن أحمد بن مسن الكثيري، من يصل في هذه اللحظات. المركز الرابع القادم الشامي مطر بن خلب بن مطر بن علي بن علوان، من يصل في رابع المراكز. المركز الخامس من القادم والواصل في هذه اللحظات؟ هذا هو المتحد مطر بن محمد بن علي المنصوري، من يتقدم على المستوى الخامس. المركز السادس القادم سراب علي بن عبد الله بن علي بن ضاعان الغفلي، من يتحرك في هذه اللحظات. بينما القادم هكذا هي النتيجة للأسماء المتقدمة والمندفعة في صدارة هذا الشوط. وعودة إلى البداية، عودة إلى المقدمة هذا الشوط مع لافي. لافي من يتقدم، سالم بن غانم بن سالم الخاطري من يتقدم على المقدمة والبداية الأولى. المركز الثاني قادم سكر لافي كاسة تمر بمرات عودة إلى المقدمة والبداية الأولى مع لافي اللي يتقدم بهذا الأداء الجميل. سالم بن غانم بن سالم الخاطري، يا سلام، هذا البطل صاحب التواغيت الأفضل في هذا الميدان وفي الميادين الإضافية بجميع الميادين، صاحب أربع مرات حاصل على أفضل توقيت. بينما القادم، بينما الواصل سكر سالم بن سعيد بن أحمد الكثيري، من يصل في هذه اللحظات. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات واللي واصل متعود دحاب بن سالم الخريباني النعيمي، من يصل في هذه اللحظات وتصل الى اسماء. ويصل سراب مع علي بن عبد الله بن ضاعن الغفلي، من يتقدم في هذه اللحظات. لكن المقدمه البدايه الاولى لافي 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 الى الناموس، لافي الى الفوز، لافي بهذا الاداء الكبير. سالم بن غانم بن سالم الخاطري من يتقدم مع لافي. اول يشوى الجعدان يغادر مع هذا البطل، مع هذا الاسطورة الى الفوز الى الانتصار. بسم الله وما شاء الله على هذا الاداء الكبير، على هذا الاداء المتميز والعصا في البطان حتى هذه اللحظات بدون اي اوامر. وبدأ يقلص الفارق ما بينه ما بين بقية الاسماء. روح يا مالك لافية. سالم بن غانم بن سالم الخاطري من يتقدم على ظهر لافي بهذا الاداء الجميل، بهذا الاداء المتميز، باحث عن التواقيت كعاداته، كعاداته كما عوده محبين ومشجعين. هذا الشعار وهذا الاسم الكبير، تهانينا وناموس لمالك لافي سالم بن غانم بن سالم الخاطري والعصا في الابطان. المركز الثاني وصل هنالك، وصل شرش عتيبة بن سالم بن نايلي الشامسي. المركز الثالث
وصل هنالك سراب لعلي بن عبد الله بن ضاعن الغفلي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. وعودة إلى التوقيت الزمني 4:25 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى مالك لافي سالم بن غانم بن سالم الخاطري، فتهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.